آخر حاجة كانت في الحلقة اللي فاتت، بيني وكاراكيرو بيدوروا في القصر على أي حاجة يوصلوا لها. وفي الحلقة الجديدة ظهر عبدين زمان في الجنينة بيحفر وهيحط واحد ميت، والست دي شافت حاجة وخافت وجريت شالت الواد وهربت، وعوني بيجري وراها ولقيت عبدين في وشها. وبينه بيكلم رانيا بيقول لها على حصل، قالت له أكيد القصر عايز يقولك حاجة، وقفلت معاه. وقف هو وكراكيري يتكلموا والباب خبط، فتحوا الباب لقوا الراجل بتاع المكوى، قال لهم البدلة دي بتاعت الباشا، قال لي لما تخلص هاتها. كراكيري قال له محدش بعت مكوى. الراجل قال لهم هو ده العنوان وباهر باشا هو اللي قال لي. بينه اتصدم وقال له باهر باشا جدي، وخد الراجل وراه له صورة جده المكواجي، قال له اه هو ده بس كان أصغر شوية، عدى عليا من يومين واداني البدلة وقال لي عايزها تتكوي حلو عشان عندي حفلة، وكان معاه كمان السواق. واقفين مصدومين، الراجل ساب لهم البدلة ومشي. قعدوا يتكلموا، خدوا البدلة هيطلعوها فوق، لقوا ورقة فيها، فتحوها لقوها قسيم الطلاق باسم سمير باهر الشاذلي على فتحية الشغالة. استغربوا ازاي اتجوزها، وعبدين قال لهم ان فتحية كانت متجوزة نظر المدرسة. فكروا شوية وقالوا لازم نفتش كل حاجة في القصر، وبيدوروا بيحاولوا يفتحوا باب الأوضة الكبيرة ما فتحتش. دخلوا دوروا في أوضة تانية، لقوا عقد بيع من باهر الشاذلي لسمير باهر الشاذلي، سمير عم بينه. وراحوا للمحامي بينه سألوا الورق بتاع القصر خلص، المحامي قال له كام يوم وهيكون ورق جاهز. بينه سألوا هو جدي كان عنده مزرعة، المحامي قال له اه بس الكلام ده من زمن بعيد، بس ايه اللي عرفك بالموضوع ده؟ بينه قال له هي المزرعة دي فين؟ المحامي قال له المزرعة بعت من زمان بس هي قريبة من القصر. بينه قال له يومين وهجيلك تاني اسألك على ورق القصر. وعملاء من البنك قاعدين مع جوز شيرين في البيت، وقاعد بيتكلم معاهم في كارد كبير، وقعد اتكلم مع شيرين بعد ما هما مشيوا وهي مش مقتنعة بالكلام. وبينه وكراكيري قاعدين عند عصام في الجيم، واللي بيدربهم عصام قالوا له انت قفلت الجيم كام يوم، وهو مش مصدق. وقعد مع بينه وكراكيري وبيتكلموا، عصام قال لهم على الصور اللي لقاها على تليفونه، استغربوا ان هي صور في القصر. وكريم بيتكلم مع شيرين، قال لها بينه راح للمحامي وعايز ياخد ورق القصر، قالت له المحامي قال له حاجه؟ كريم قال لها لا لحد دلوقتي ما قالوش حاجه. وبينه وكراكيري قاعدين بيتكلموا على الصور بتاعت عصام في القصر، ولقوا صوره فيها عوني ومعاه ثلاثه تانيين، واحد منهم طمون اللي وقف قدام العربيه عند القصر. وراحوا لطمون بيته وروا له الصور، قال لهم انتوا جيتوا القصر ده من امتى؟ بينه قال له من شويه. طمون قال لهم ايه اللي جابكوا القصر ده؟ ايه اللي جابكوا بعد ما اتقفل سنين؟ اتقفل بلعنته، عمك اتقتل في القصر وجدك وجدتك في نفس الليله، يوم ملعون، اربعه اتقتلوا في ليله واحده. بينه قال له طب ليه عبدين بيخبي علينا؟ طمون قال له عبدين كان واحد من الاربعه اللي اتقتلوا في نفس الليله. بينه وكراكيرو اتصدموا ومشيوا من عنده، وقعدوا قدام باب القصر يتكلموا وهما مش فاهمين حاجه لحد ما ناموا. وفي الحلقه السادسه ظهر عبدين زمان وهو شايل واحد مطلعه، ودخله في اوضه نايمه على السرير، وقفل الباب عليه بالمفتاح وخرج. والراجل اللي نايمه على السرير عبدين ده صحي وبيرسم حاجه على الحيطه، بيرسم واحده. دخلوا عبدين بعد كده الاكل وخرج بسرعه، والراجل فضل يزعق ويخبط راسه في الباب. وبينه وكراكيري نايمين قدام باب القصر، صحي ودخلوا القصر جوه وبيتكلموا، والليل جه وناموا على سرير واحد جنب بعض. صحيوا على صوت بالليل، خرجوا يشوفوا فيه ايه، مشوا ورا الصوت، الصوت ان حد بيزعق وبيكسر، وبعدين الصوت وقف. راحوا يفتحوا باب الاوضه الكبيره، تليفون كراكيري رن، احلام اللي بتكلمه قالت له ان هي راجعه البيت الصبح. كراكيري قال انه هيمشي، بينه قال له انت هتسيبني هنا لوحدي؟ كراكيري قال له لازم امشي عشان احلام هتبهدلني، وسابه وماشي. وشيرين في البنك بتفهم اللي بيحصل، وعرفت انهم كاردين، كارد بضمان الفيلا وكارد بضمان الاوتيل. وكراكيري طالع ومعاه بينه، قال له احنا هنقول اننا شغالين في السمسره، ولقوا عصام نازل قال لهم مراتي عايزه تتطلق والعيال معايا في الجيم بيتخانقوا، بيقولوا ان اختفيت فجاه، وانا متاكد اني ما اختفيتش، مش انا كنت عندكم يوم الاربعاء وقعدت ساعتين بس؟ كراكيري وبينه واقفين مش عارفين يقولوا له ايه، قالوا له اه ساعتين بس. ودخل بينه وكراكيري الشقه واحلام بتتكلم في التليفون، بعد ما خلصت قالوا لها ان هم شغالين في السمسره مع بعض، وقعدوا اتكلموا. وشيرين دخلت البيت متضايقه، وجوزها دخل يتكلم معاها وتعصبت عليه واتخانقوا. ولسه قاعدين بيتكلموا واحلام بتحكي لبينو على اللي بيحصل من كراكيري، بينو قال لها ممكن تيجي تقعدوا عندي في القصر وتبقوا قريبين من شغل كراكيري. احلام فرحت قوي ووافقت وقالت هتروح هي واهلها. وراكب كراكيري عربيه بينو ومعاه احلام واهلها وبيتكلموا، وصلوا عند القصر وداخلين. وقف زيزو يشاور فوق، وكانت واقفه جدي بينو بتشاور له وبتقول له تعالى، وقاعدين جوه كلهم بيتكلموا. زيزو مركز مع صوره الست اللي هي جدي بينو، وكلهم مشغولين مع بعض في الكلام.
زيزو طلع فوق لوحده، وقف قدام الاوضه الكبيره اللي محدش عارف يفتحها. الباب اتفتح لوحده ودخل زيزو، كان الجد بينه جوه والباب اتقفل. وطلعوا كلهم يناموا، وكراكيري بيتكلم مع احلام، سالها على زيزو، قالت له معرفش فين، جري يدور عليه لقاه ظهر له فجاه، قال انا كنت عند تيتا. كراكيري قال له تيتا بتقول انك ما كنتش عندها. زيزو قال له مش تيتا دي، وسابه وجري. اتصدم كراكيري. والساعه جت 3، سمع كراكيري نفس الصوت اللي سمعه قبل كده. احلام صحيت وبتصحيه تساله على الصوت، وامها وابوها صحيوا على الصوت، قاموا يشوفوا فيه ايه كلهم، وسابوا بنتهم فريده نايمه وفي تراب من السقف بيقع عليها. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.